لو انت طالب او ولي امر وبتعمل البحث فالفيديو ده يهمك، وفي نهاية الفيديو هقولك على حاجة مهمة جدا علشان بحثك ما يترفضش وتلاقي نفسك مضطر انك تمتحن وإلا تعيد السنة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنبتدي، هنلاقي قدامنا صور وقصاد كل صورة جمل بتتكلم عنها او بتوصفها، وتحته خالص هلاقي اسم المصدر اللي انا جايب منه المعلومة، اللي هو بكتبه بنفس الشكل كده، اسم الكتاب برقم الصفحة. طبعا مش شرط ان انا هنقل الجمل زي ما هي، يعني انا ممكن اغير اسماء الفعل اللي في بداية الجملة، او ان انا اعمل جملة بشكل مقارب للجملة دي بالشكل اللي هو يخدمني في فكرة البحث اللي انا بتكلم عنه. وبعد شوية طبعا هقول لكم على حاجة بعيدة عن الجمل دي هتفيدنا جدا. وطبعا دي المحادثات برضو ممكن ان انا استفيد بجملة فيها ان انا اصيغها بشكل تاني تفيدني في البحث. ودي طبعا الكلمات في حاله ان انا حبيت ان انا اكون الجمل بطريقتي بعيد، ومش لو في حاله ان انا مش هنقلها زي ما هي. طبعا الكلمات دي هتفيدني جدا ان انا اصيغ الجمل بالشكل اللي يفيدني ويخدمني في فكره البحث. ودي طبعا بعض الخطوات اللي هتساعدنا في تكوين الجمل اللي عنده مشكله انه يكون جمله بشكل سليم وبعلامات ترقيم سليمه، لان علامات الترقيم من احد شروط قبول البحث، فالخطوات دي هتساعدنا جدا. وده طبعا كمان باراجراف عن الماء، ده هنلاقي المصدر بتاعه في فيديو اولى اعدادي، وده كمان هيفيد مجموعه الابتدائي. لان الحاجه اللي انا حبيت اقولها لكم، اللي قلت لكم اقولها لكم بعد شويه، هي ان الابتدائي ممكن ما يستفدش كمان بالفيديوهات بتاعته، لا يستفيد بفيديو الاعدادي. يعني يدخل في فيديوهات الاعدادي هيلاقي باراجرافات كتير هتفيد الافكار بتاعته في البحث بتاع الابتدائي، زي الطاقه والماء والسياحه الى اخره. ونفس الكلام الاعدادي ممكن يستفيد بستة ابتدائي، فيديو ستة ابتدائي هيلاقي برضو مواضيع زي تاريخ الكمبيوتر وتاريخ التلفزيون، ممكن يفيد الفكرة بتاعته في بحث التكنولوجيا. فانا مش شرط ان انا ادور في الفيديو بتاعي بس، لا انا هلاقي حاجات في السنين التانية. طبعا روابط الفيديوهات دي كلها هتلاقوها في الوصف او الديسكريبشن، يعني اضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك كل روابط الفيديوهات دي بحيث تقدر تدخلها بسهولة وتشوف منها الموضوع، تشوف بقى كل المواضيع اللي فيها اللي ممكن تساعدك في موضوع البحث بتاعك. طبعا لو عجبك حاجة في الفيديو توقف الفيديو او ان انت ترجع تاني تشوفها مرة تانية. والباراجرافات دي كلها سيبها لكم في رابط تقدروا تحملوها ان شاء الله تحت الفيديو برضو. وفي نهاية الفيديو الحاجة المهمة اللي قلت لك هقول لك عليها علشان البحث بتاعك ما يترفضش وتضطر وتلاقي نفسك لازم تمتحن وإلا تعيد السنة، هي ما تخليش حد يستغلك أو يضحك عليك ويقنعك إن البحث صعب وإنك مش هتعرف تعمله لوحدك، وتضطر إنك تروح لأي حد مهما كان سايبر أو أيا كان الحد اللي انت رايح له وتخليه يعمل لك البحث، لأنه زي ما هيعمله ليك هيعمله لغيرك، ومش هيغير إلا كلمات بسيطة ما بين كل بحث والتاني. ودلوقتي بقى في تولز على السيستم عموما تقدر تعرف الابحاث المتطابقه وتحسب عدد الكلمات المترادفه بين كل بحث والتاني. فليه تحط نفسك في موقف زي ده وتتفاجئ تلاقي بحثك اترفض والابحاث اللي اتعملت كلها اترفضت، في حين ان الموضوع سهل جدا، وتضطر بعد كده تلاقي نفسك لازم تمتحن عشان تنجح وتخش في دوامه كبيره. فالموضوع سهل، لو انت لسه مش عارف ازاي تعمل البحث او مستغرب الموضوع، في فيديوهين نزلتهم قبل كده شرحت فيهم شرح مطول ومبسط لكل تفاصيل البحث، اي حد مهما كان لو سمعه مش هيلاقي اي حاجة صعبة بعدها فعمل البحث. هتلاقي الفيديوهين في الرابط في وصف الفيديو، يضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك الديسكريبشن او الوصف، تقدر تشوف الفيديوهين. ولو في اي حاجة صعبة تقدر تبعت لي رسالة الصفحة او تسيب لي تعليق بيها وانا هساعدك على طول. ما تنساش تشترك في قناتنا وتعمل اعجاب للصفحة. بالتوفيق ليكم، سلام عليكم.